الذين دأبوا على التردد على محطة القطار في القصر الكبير، والذين يعرفون المكان ومحيطه والوجوه التي ترتاده بشكل يومي، لن يستوقفهم الوجه الشاحب لعبد الغفور، فقد ألفوه وصار جزءا من المشهد دائم الحضور. يبدو لقصر قامته ونحافة جسمه مراهقا في 15 أو 16، في وجهه صفرة تعلو سمرة سحنته. يبدو سقيما ذاك الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما. يقولون عنه مجنون، ولا يستقيم ما يدعيه كثيرون مع هدوء طبعه. يعيش عزلته، يتجرع آلامه في صمت، قليلا ما يسمع له صوت. فيما مضى من أعوام قبل أن يعتريه السقم، كان يرى وهو يساعد المسافرين في حمل أمتعتهم إلى سيارات الأجرة، ومرات شوهد وهو يساعد باعة متجولين. في المدة الأخيرة كان يشاهد متوكئا على جدار بجانب المحطة، وفي مرات نادرة يكون في محيط سوق سبتة. لا يمد يده، ولكن نظراته التي تختزل آلامه ومعاناته كانت تكفي لتهز النفوس الطيبة، فتجود عليه بدريهمات أحيانا، وفي حالات أخرى يكون نصيبه من الخبز أو من الفاكهة. حين يحصل على ما يحتاج إليه يختفي. قليلون هم الذين يعرفون أنه يعود إلى منزل في زنقة متفرعة عن الشارع الكبير، حيث تسكن والدته وثلاثة من إخوته. منزل من طابق أرضي له باب من حديد أتصدأ على جزئه الأسفل. من مكان عداد الكهرباء الذي فقد غطاءه منذ زمن بعيد تطل أسلاك كصغار الأفاعي. مكان عداد الماء ثقب في الجدار لا يظهر منه شيء سوى قطعة خبز يابسة وضعها أحدهم هناك بعد أن قبلها وهو يلتقطها من الطريق. لا ينفتح باب منزل عائلة عبد الغفور إلا حين يخرج منه أو يلجه أحدهم، وما يلبث أن يغلق. لا أحد من الجيران يقيم علاقة مع تلك الأسرة التي يشاع أن كل أفرادها فاقد عقل أو أنهم عصابيون. يندر أن تغادر أمهم التي يشبهها عبد الغفور منزلها ذاك. الأطفال والشباب الذين هم في مثل عمر عبد الغفور لا يعرفون قصة تلك الأسرة ولا يسألون، ولكن الكبار ممن هم في مثل عمر أم عبد الغفور التي لا يعرف أحد اسمها يقولون إن تلك الأسرة كانت في البدء تعيش حياة عادية. يعمل الأب في ضيعة للبرتقال يديرها إسباني، وقد أنجب من زوجته 4 ذكور و3 بنات. وحدهم السكان الأقدمون في الدرب رأوا تلك البنات لما كن صبيات لا يتجاوز عمر كبراهن 8. يقال إن الأب الهادي فارق زوجته تلك بعد أن اكتشف أنها حاولت أن تلقمه لحم كلب في وجبة سحر أعدتها بمساعدة من شقيقتها التي كانت تأتي من العرائش لزيارتها من حين إلى آخر. تمضي القصة التي يتداولها الأقدمون بأصوات خافتة من فم لأذن، إلى أنه الزوج لما اكتشف أمر السحر الذي وضع في وجبة لحم الكلب أجبرها على تناوله، وأنها حتى تثبت براءتها مما يدعيه أكلت وناولت أبناءها 4 من تلك الوليمة، فأصيبوا جميعهم بالجنون. لم تنج من ذلك السحر إلا البنات 3، وقد أخذهن معه. في القصة المتداولة يغيب كل حديث عن تطليق الهادي لزوجته تلك، ويلوف الغموض قصة وجبة لحم الكلب الذي سحر به. وقيل إن الرجل كان هم بالزواج من ثانية، وإن زوجته أم عبد الغفور أرادت أن تستبق الأمور، وإن السحر انقلب على ساحر. الذين يعرفون الهادي كانوا يرونه من حين إلى آخر يمر بالقرب من ذاك المنزل ممتطيا دراجته النارية لا يتوقف. هل هو حنين أم شوق إلى أولاده الذكور؟ ثم انقطع عن المرور من ذلك الزقاق لما كبر الأولاد. لعله كان يألم للمآل الذي صاروا إليها. وليس هناك من شك في أن صفة الجنون التي ألحقت بهم كانت تزيد من معاناته. عدا عبد الغفور لم يكن الشبان 3 يقومون بعمل ما يكسبون منه رزقهم، وكانوا يعتمدون على ما يأتي به شقيقهم الأصغر
ثم منذ بضعة أعوام خالتهم مبروكة التي جاءت لتستقر معهم في ذلك المنزل. هي التي تأتي بالشمع للإنارة في الليالي، وهي التي تخبز لهم وتعد ما يطعمون. كانت مبروكة المرأة السمراء ذات القامة المديدة الشخص الوحيد الذي يبادله بعض من الجيران التحية. هي كلمات قليلة. تشاهد شقيقتها أم المجانين كما ينعتونها وهي تطل من باب المنزل شبه المغلق تسترق السمع. أحيانا تطل بكامل وجهها، تحدق في وجوه الجارات ولا تلقي إليهن بكلمة. تغلق باب منزلها وتعود إلى الداخل. ولعلها استغربت كيف صدق الناس قصة لحم الكلب المسحور، ثم يأست من أن يبدل الناس نظراتهم إليها. وكما أمسكت عن الخوض في هذا الموضوع، أمسك أبناؤها الأربعة عن كل حديث فيه، وكانوا يتفادون الجيران وأقرانهم. قليلا ما كانوا يشاهدون في الحي إلا ما كان لحظة عودتهم إلى البيت أو مغادرته. في العام 92 900 وألف، ذات صباح بارد من شتاء ذلك العام، مضت أم عبد الغفور لتطمئن على ولدها الذي لم يغادر مرقده منذ عدة أيام. حاولت أن توقظه ولكنه لم يستيقظ. كان على الهيئة التي تركته عليها مساء ملتحفا بطانية بها أكثر من خرق. أطلقت صرخة دوت في الدرب، ثم علم الجيران من شقيقتها مبروكة أن عبد الغفور أصبح ميتا. تطوع رجال من الدرب وجهزوه للدفن، حملوه عصرا إلى قبره، ولم يعد يتحدث عنه أحد، بل إن أيا من الجيران لم يسأل عن سبب وفاته، بل إن والده الهادي وكان لا يزال على قيد الحياة لم يرى بين المشيعين. بكت أم عبد الغفور ولدها الأصغر لعدة أيام. لم يعد من معيل لتلك الأسرة سوى الخالة مبروكة التي كانت تعمل خادمة في البيوت، وكانت تأتي كل مساء بما يفضل من طعام على مشغليها لتطعم تلك الأفواه التي تنتظر في المنزل. بعد بضعة أشهر اختفى الولد الأوسط، كان اسمه حميد، لم يسأل عنه أحد. ثم علم أنه مات هو الآخر، وقيل إنه أفرط في تناول المخدرات. لم يسعى أحد إلى التحقق مما قيل، ولا عرف له قبر. بكت أمه في صمت. أكبر الأربعة مبارك صار يغيب عن المنزل لفترات تطول. كان يتجول في المدينة حافي القدمين، بل إنه كان أحيانا يرى وهو يمتطي القطار. لا تعرف له وجهة، ولا كان أمره يهم أحدا. يغيب ثم يظهر من جديد. بعد أقل من 3 أعوام على وفاة عبد الغفور، توفي الثالث في ترتيب الأبناء الأربعة للهادي، كان اسمه علي. قيل همسا في الدرب إنه مات متأثرا بمرض السل. الذي همس بذلك قال إنه رأى فريقا من الصحة العمومية يدخل ذلك المنزل لفحص من به ورش أركانه بدواء خاص. قلت الحركة، وصارت أم عبد الغفور ترى أكثر من ذي قبل. كانت سن عمرها تثقل خطواتها. قيل إنها شوهدت تتسول عند محطة القطار وعند سوق سبتة أيضا. تجلس على قارعة الطريق وتضع أمامها قطعة ثوب مربعة الشكل، لا تقول شيئا وتبقى لساعات خافضة بصرها. أقدام كثيرة تمر بمحاذاة وجهها دون أن تتوقف. ذات مساء بعد أن عادت أم عبد الغفور وكانوا ينعتونها بأم المجانين، شب حريق في المنزل وأتى على ما كان به من تلك الأغطية والأفرشة المتلاشية. تدخل الجيران رجال ونساء ويافعون، شاركوا في إخماد الحريق. كانت أم عبد الغفور تقف غير بعيد تتابع في صمت عملية إطفاء النار. يومها لم تكن شقيقتها مبروكة حاضرة، لعلها ذهبت إلى العرائش حيث كانت تقيم قبل أن تستقر مع شقيقتها. بادر الجيران بالتصدق ببعض الأغطية على تلك المسكينة. كانت تتقبل منهم صدقاتهم بعين دامعة. وما لبث أن دخل كل واحد إلى منزله. أغلقت الأبواب. في الزنقة أثر من المياه التي سخرت في إطفاء الحريق. قد تكون أم عبد الغفور
وهي تأوي إلى ركنها تتساءل عما إذا كان ضروريا أن تحيق مصيبة بما بقي من أسرتها كي يتحرك الجيران ويظهر تعاطفهم وتضامنهم. ولعلها تقول إن الناس في تلك الزنقة وربما أبعد منها لا زالوا يتوارثون قصة الكلب المسحور. قد تكون تتساءل هي التي لا تنطق إلا نادرا عن السبب الذي جعلهم لا يحاولون البحث عن الحقيقة. الآن وقد مرت كل تلك السنين لن يصدق أحد ما قد تصدع به روايتها هي للذي حدث، تلك التي حكتها لمبروكة لما احتدم الخلاف بينها وزوجها الهادي. أخبرتها ذات مساء وهما حول موقد نار، فقالت لها إن الهادي يريد أن يتزوج من امرأة ثانية، بل إنه تزوجها. أبلغتها بأنه صار كثير الغياب عن المنزل، يزعم أنه يذهب إلى ضيعة الإسباني، وأنه زعم ما زعمه بشأن الكلب المسحور لما ذهبت تسأل عنه ذات مرة في تلك الضيعة، فأبلغوها بأنه لم يكن يعمل يومئذ. تلك حقيقتها التي لم يسعى الناس إلى معرفتها. لن يطول العمر بأم عبد الغفور لتعلم أن مبروكة أخبرت بعضهم بتلك الحقيقة. عاجلها السرطان وماتت على سرير مستشفى عمومي في العرائش إلى حيث نقلتها مبروكة. عاد الابن الأكبر مبارك من واحدة من رحلاته التي لم تعلم لأي منها وجهة محددة. سأل عن أمه. لما أبلغته مبروكة خالته بأنها ماتت بدا وكأنه لم يدرك ما قالته، ثم عاد يسألها فأكدت له أنها ماتت. كانت في يده كسرة خبز، اقتعد الأرض ووضعها بجانبه. حزن كما لم يحزن من قبل، وكأنه يستشعر نهاية تلك الأسرة التي ما زال الجيران يتداولون وإن همسا أنها كانت ضحية الكلب المسحور. لم يمكث مبارك سوى أيام ثم علم أنه مات تحت عجلات القطار. أغلق باب ذلك المنزل وظل كذلك سنوات. ظن الناس أن مبروكة عادت إلى العرائش. لن يأتي أحد على ذكر أسباب تلك المأساة، ولن يقول أحد إن الترويج لشائعة الكلب المسحور هد حياة امرأة وأربعة من أبنائها. سيفضل الجميع الإنصات لغرائبية الكلب المسحور الذي ربما